Mosaïque FM Podcast. À la une. البركة فيكم، مرة أخرى نتقابلوا تحت حس الكرتوش وأخبار الموت وصوات البكاء. 9 جنود من فرقة الكوموندوس، يعني من أحسن وأقوى جنود تونس، ينصبوا لهم كمين ويقتلوهم ويمثلوا بجثثهم. ساعة ونص بعد خطاب رئيس الحكومة اللي حكى لنا على تحسن الوضع الأمني وتونس بخير وحربنا على الإرهاب ناجحة. الله يرحم جنودنا وشهدائنا الكل ويصبر عائلاتهم ويصبرنا الكل على اللي يستنى فينا وفي البلاد. بجاه ربي فسروا لي شنو النجم نقول تو؟ شنو النجم نحكي؟ يعني نعمل طرح عاطفية ونعلن الحداد ونحط غنيات وطنية وتأبين، ولا نطيح نسب في العرق الأول متاع أسباب المصايب؟ وهكا ولا هكا اللي باش نقوله بجاه ربي شنو باش يبدل؟ العباد تعيط لي في الشارع تقول لي ريت اللي صار، ريت بلادنا كيفاش ولات. اتكلموا اتكلموا، لازمك تقول حاجة غدوة في موزايك. باهي، بجاه ربي فسروا لي شنو نجم نقول، شنو الحاجة اللي نجم نقولها باش تجي في مستوى المصيبة العظمى اللي صارت البارح. فماشي حاجة تتقال تنجم تبدل أي حاجة في البلاد تو. هاكم تفرشتوا في خطابات هكا زوز مصايب اللي بلانا بيهم ربي تو. هذوكم عباد نجم تحكي معاهم وتفهمهم وتعمل عليهم باش يفضوا أي مشكلة من أي نوع. واحد يكبس فينا والآخر يدروش علينا. قال لي انتخابات في 17 ديسمبر واستفتاء تنظموا الحكومة حول شعبية الحكومة. تيقلبوا منظركم يا كوارث، البلاد خربتوها والعباد قتلتوها كان مش بالهم بمنظر الدم. تو مال عائلات جنود الشهداء باش تعوضوهم على ولادهم بالشرعية والوفاق والحوار؟ هذم قتلوهم ولادكم يا دوبرمان الغنوشي، قتلوهم فروخك يا طرطور المجرمة والخوان جاية. تعرفوا عليه ولا ليه؟ على خاطر كان جاو يحكموا فينا ناس وطنيين ويتعمل عليهم. راهي الداخلية مخترقة المجموعات الإرهابية اللي في الشعامبي والعصابة اللي قتلت شركي يلا شكري يلا يرحمه ولا غيره، وراه يجيب في أخبارهم للعوان باش ينصبوا لهم كمين ويجيبوهم كلب كلب. أما وقت اللي يبدأوا يحكموا فينا أعضاء المكتب الجهوي لحركة الإخوان المجرمين في تونس، تولي المجموعات الإرهابية والعصابات الإيديولوجية هي اللي مخترقة الداخلية والأجهزة الأمنية وتجيب في أخبار الأمن للإرهابيين حتى لين ينصبوا لنا كمين ويقتلوا نخبة من أعز جنودنا وحماة الوطن. وتذكروا قديش من مرة يهد الجيش والأمن على الإرهابيين يلقاهم مازالوا كيف صعوا. تذكروا كلام الجنرال رشيد عمار على الخور في الاستعلامات. تذكروا كلام الجنود على الاختراق واللي يشدوهم اليوم يتسيبوا غدوة. تذكروا مطالب نقابات الأمن حول القيادات الأمنية التابعة للمونبليزير. اي خويا، هذا شعمل لكم حي حمادي جبالي كرئيس حكومة وعلي العرايف كوزير داخلية في الوقت اللي واصل فيه الخونة من أنصارهم اتهام الجبهة الشعبية ليزي باغتيال شكري بالعيد ومحمد إبراهيمي وزيد بقتل الجنود في الشعامبي. بعد يقولون سيبوا الحكومة وهي نعمل وحدة وطنية. تملي منظركم رينا، منظركم رينا وحدة وطنية ولا سلم اجتماعية؟ كان الفتنة والمصايب والكوارث حسيلوا. سامحوني أنا، كان فما نهار حكيت على هالجرافيم كتوانسة وبشر عندهم نفس الحقوق متاعنا يسخيلوا شدين علينا السمالة تطيحوا باش يخوفونا بلغة فما إرهاب التفوا حول الحكومة ويزيوا من المظاهرات والمعارضة. هكا هو اختر كبير خوف الشعب خون المعارضين، تكتيك هتلرية بحتة. أما لا لا مش هكا، خلينا ساعة ندفنوا شهدائنا ونقوموا معاهم بالواجب، بعد تو نقوموا بالواجب الصحيح مع الخونة ووكلاء الاستعمار الإرهابي. إن لله وإن إليه راجعون، والمقاومة المقاومة لا صلح لا مساومة. على اون موزايك FM بودكاست.